ما هي كفارة قضم إظفار واحد بدون قصد أثناء أداء العمرة؟ نعم، ما هي كفارة قضم إظفار واحد بدون قصد أثناء أداء العمرة؟ إذا كان المحرم قلم شيء من أظفاره ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، أما إن كان متعمدا فإنه يفدي فدية مخيرة، إنه يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين في مكة أو يذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، مخير بين هذه الأمور. إذا كان متعمدا قص الظفر أو حلق الشعر أو لبس المخيط أو الطيب، هذه الأمور تسقط مع النسيان والجهل، وأما مع التعمد فلا بد من الكفارة وهي الفدية. نعم.